لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من إسطنبول الأستاذ شهوة القرداغي الكاتب والباحث السياسي العراقي. أهلا بكم. أهلا بكم، حياكم الله. اشتعل فتيل التظاهرات في الجنوب والعاصمة بغداد وقبلها في كردستان، فيما تكمن دوافع وأسباب هذا الحراك الشعبي المنتشر؟ السلام عليكم. بداية، من الواضح أن هذه الحراكة التي بدأت الآن في المحافظات الجنوبية والبصرة، خاصة المطالبة بتحسين أوضاع الكهرباء وقبلها في كردستان، في أقليم كردستان، هناك كافة العوامل التي تؤدي بالمواطن أن يخرج إلى الشارع ودرجة الحرارة فوق 50 وأن يطالب بحقوقه. المسؤولين العراقيين وقبلهم في كردستان العراق أيضا وعدوا بتحسين أوضاع الكهرباء وأيضا تصديره إلى الخارج، ولكن الآن نرى أن الحكومة عاجزة عن إعطاء الكهرباء 6 ساعات أو 7 ساعات يوميا، وبالتالي لا يتم تغطية هذا الأمر، وبالتالي هذا يعني فشل الحكومة وفشل وزارة الكهرباء في توفير أبسط حقوق المواطنين، وبالتالي هذا الأمر يدفع المواطن إلى الخروج والمطالبة بحقوقه بعدما علم أو بعدما أدرك أن الطريقة الأخرى التقليدية وهي الانتخابات ليست قادرة على تغيير هذه الوجوه السياسية الموجودة. وللمفارقة وهذه أضحوكة أيضا، أن محافظ البصرة السابق هو مرشح لرئاسة الوزراء، وبالتالي هذا الشخص الذي فشل في إدارة محافظته الآن يكون مرشح لمسك رئاسة الوزراء، وبالتالي تمديد الفساد وما حصل في البصرة من تحويل هذه المحافظة مثلا إلى مكب للنفايات، إلى مصدر للفساد، رغم أنه يسمى بالعاصمة الاقتصادية للعراق، الموانئ موجودة فيها، أغلب النفط موجود فيها، إلا أنها محافظة منكوبة بالمعنى التمام، والشباب في المحافظة يعانون من البطالة ولا يوجد خدمات، وبالتالي فشلت هذه الإدارة في خدمة هذا السياق البصرة. في هذا السياق وهذه المظاهرات السلمية والمطالب الأساسية التي يرفعها المتظاهرون، تم استخدام القوة والعنف ما أدى إلى مقتل وإصابة بعض المتظاهرين، كيف تفسر استمرار القوات الحكومية في استخدام القوة والرصاص ضد المتظاهرين؟ بلا شك منذ 2003 ليس لدينا قوة وطنية حقيقية تحمي المواطنين أو أسست لحماية المواطنين. هذه القوى المسلحة الموجودة سواء الميليشيات أو القوات الأمنية هي لحماية الأحزاب الفاسدة المتسلطة التي تحكم في العراق وتتقاسم الكعكة فيما بينها، وبالتالي هذه القوات مستعدة لقتل المتظاهرين عندما يشكل المتظاهرون خطرا على الأحزاب الفاسدة. نحن رأينا أنهم لم يطلقوا النار إلا عندما تم قطع الطرق وتم قطع الطريق عن المنفذ الحدودي وتم محاولة الدخول إلى الشركات الأجنبية التي تعمل في البصرة، وبالتالي يتم تشكيل خطر على المصالح الاقتصادية الموجودة للأحزاب المتنفذة، وحينها يتم استخدام هذه القوى الموجودة لقتل المتظاهرين، لمحاولة جعل المتظاهرين يكفون عن التظاهر ويكفون عن المطالبة بحقوقهم. وأنا أعتقد أن هذا المشهد قد يتكرر في أي مكان إذا زادت المظاهرات من وتيرتها. هل هذا يعني أن القوات الحكومية ستنجح في ترهيب المتظاهرين من خلال استخدام القوة؟ بلا شك لن تنجح في هذا الأمر، ولكن السياسة المتبعة من قبل السلطة العراقية ومن قبل الأطراف الحكومية هي محاولة إفساد المظاهرات في جميع المناطق عن طريق دس عناصر تخريبية إليها، وإذا لم يستطيعوا أن يفعل ذلك يحاولون ركوبها عن طريق وعود تخديرية للمواطنين، عن طريق وعود لا يتم تطبيقها، فقط لحث المواطنين على العودة إلى منازلهم. هل هذا نسقطه على توفير فرص العمل ما أعلنت عنه اللجنة الوزارية؟ بلا شك. الآن حتى الآن طبعا هناك ثلاث سنوات تم توقيف التوظيفات في المحافظة، ولكن إلا بالواسطة، وهذا الأمر حتى لو تم توفير 3000 أو 20000 سيتم عن طريق الواسطة والمحسوبية، وبالتالي لن يستفيد منه المواطن الذي خرج الآن إلى الشارع. وحتى لو تم جعل المتظاهرين يعودون إلى منازلهم ويكفون عن المظاهرات، ولكنها تكون حلول تخديرية، لأن هذه الحلول التي تتبع الحكومة من إعطاء وعود توظيفية هي مجرد حلول تخديرية ومؤقتة، ولكن المشاكل تتفاقم مرة أخرى، واستيراد الكهرباء من الخارج أو
العمالة من الخارج، إيقافهم سيكون لفترة محدودة حتى إرضاء الجماهير، وبعدها سيعودون إلى هذه العادة وإلى الواسطة والمحسوبية، لأن المنظومة بالكامل فيها مشكلة من بغداد. المنظومة الحكم بالمقابل المشكلة. بالمقابل كانت هناك وثيقة صدرت عن مجلس محافظة البصرة تحتوي مطالب أساسية للمحافظة، تطالب فيها بمنح صلاحيات واسعة وتخصيص مبلغ قدره نصف تريليون دينار لتدارك الأزمة الراهنة. إلى أي مدى تعد مثل هذه الوثائق مصدر ثقة لدى المتظاهرين اليوم في الشارع؟ لا أعتقد أن المتظاهرين سوف ينخدعون بهذه الوعود وهذه المطالب، لأن هذه المطالب حتى لو حصلوا عليها مجلس المحافظة لن يتم تحقيقها لأجل المتظاهرين أو لأجل المواطنين. نحن نعلم أن هذه الجهات هي جهات تهتم بمصالحها الخاصة، وبالتالي الآن تريد استغلال هذا الأمر، وحتى ليس عن طريق مجلس المحافظة فقط، بعض الميليشيات الطائفية التي تساهم في جعل العراق جحيما حقيقيا هي أيضا تدافع عن المتظاهرين حاليا، وتتهم الحكومة بأنها تقتل المتظاهرين وتريد أن تركب الموجة أيضا وتجمل صورتها البشعة، وبالتالي أطراف كثيرة يريدون استغلال المتظاهرين بحجة الدفاع عنهم، ولكن لا أعتقد أنهم سينخدعون بهذه الأمور وسيستمر الاحتجاجات. نعم، ربما كذلك نبقى في هذه النقطة بالحديث عن المتظاهرين الذين يقفون اليوم في اعتصام مفتوح، منحوا فترة تدوم 3 أيام في حال عدم الاستجابة إلى مطالبهم. ماذا بعد إذا لم تستجب الحكومة لهذه المطالب؟ هل تتوقع أن يرفعوا مطالب أخرى سياسية خاصة بالتزامن مع عمليات إعادة الفرز؟ بلا شك أن المتظاهرين عندما خرجوا كان مطالبهم الرئيسية هي الكهرباء والماء وبعض الحقوق البسيطة للمواطنين، ولكن عندما يتم مواجهتهم بالسلاح وبالقوة بلا شك أنهم يمكن أن يرفعوا لافتات أكبر، ويمكن أن يطالبوا بتغيير جذري للمنظومة السياسية الموجودة في العراق وإنهاء هذه الوجوه الفاسدة التي استغلت المواطنين وفشلت في توفير أبسط الحقوق والخدمات للمواطنين. وأنا أعتقد أن هذا الاحتمال وارد في حال لم ينجح الحكومة في إفساد المظاهرات عن طريق دس المخربين كما هي عادتها في التعامل مع المظاهرات السابقة، وتخويف المتظاهرين بأن ما حدث في المدن السنية قد يتكرر هنا أيضا في المحافظات الجنوبية. إذا لم تنجح في هذا الأمر أعتقد أن المطالبات سوف تزيد، ويمكن أن تصل إلى إفشال هذه العملية السياسية أو المنظومة السياسية التي فشلت في إدارة العراق. الكاتب والباحث السياسي العراقي شهو القرداغي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من مدينة إسطنبول التركية.